للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا من دبي رئيس قسم الأبحاث في أكوتي جروب السيد رائد الخضر. سيد رائد أهلا وسهلا بك معنا على سكاي نيوز عربية. بداية دعني أسألك عن قانون الضرائب الأمريكي. الحديث عن خفض للضرائب لكن بنفس الوقت ارتفاع للديون بأكثر من تريليون ونصف بحوالي 10 سنوات فيما لو كانت أو فيما لو تم تطبيقها بالفعل بالكامل. ألن يغير ذلك أي شيء من سياسة الفيدرالي خصوصا مع ارتفاع الديون؟ بالتأكيد يعني مثل هذا القانون الذي حارب بشراسة ترامب لتمرير هذه الأجندة والتي تهدف بشكل مباشر إلى تحفيز أداء الشركات إجمالا، ولكن في نفس الوقت ذلك سوف يزيد من أعباء الديون مثل ما تفضلت وذكرت، وهذا موضوع مهم جدا في الفترة القادمة إذا لم يعني إذا لم يكن هناك التحسن الملحوظ في الاقتصاد الأمريكي بنتيجة تخفيضات الضرائب، وبالتالي نرى أنه أثر الديون قد يكون أقل تأثيرا على الاقتصاد الأمريكي في أو بمعنى آخر يتم محو هذا الأثر تدريجيا بنتيجة زيادة التوظيف، زيادة سوق العمل، تحسن سوق العمل وارتفاع الأجور ومجابهة التضخم في الوقت الذي تتحسن فيه أداء الشركات وتتوسع بشكل كامل. هذا ما يعني يعول عليه الإدارة ترامب ومن خلال خطة التخفيض الضريبي الكبيرة والعملاقة جدا. بالطبع بالنسبة للفيدرالي الأمريكي في مثل هذه الحالة كان واضح أنه لم يكن أو لا حتى الآن لا يمكن تحديد الآثار المترتبة على قانون الضرائب الجديد حتى نرى فعليا مدى تجاوب الشركات مع هذا القانون. في ظل كل ذلك رائد، يعني العوائد على السند الأمريكي بشكل عام أجل 10 سنوات 2.5 تقريبا، لكن بنفس الوقت اليلد كيرف أو اللي هو منحنى العائد لا زال في نوع من الاستقرار مائل إلى نوع ما يسمى بالفلاتنينج، لكن بنفس الوقت في ظل كل ما يحدث ما هي اتجاهات الدولار خلال العام المقبل؟ بالتأكيد يعني نحن لما عم يكون في عندي أنا توجه على الدولار، تحدثنا يعني أو خلينا نقول خلال العام 2017 كان الدولار الأمريكي من المتوقع بشكل كبير أن يحصل أداء إيجابيا، لكن أنهى العام تقريبا بتراجعات واضحة أمام معظم النظراء وعلى وجه التحديد بالنسبة لليورو. الآن العام 2018 ممكن أن يكون مع يعني اختفاء أو خلينا نقول مشكلة التضخم المتراجع أو نمو التضخم المتراجع أن يكون هناك حل لهذه القضية أو بدء بارتفاع مستويات التضخم نحو المستويات المستهدفة والاستقرار عند مستويات 2%، ممكن أن يكون آثاره على السياسة النقدية بالتشديد بوتيرة أكبر، وذلك قد يعزز أو يحفز ارتفاعات أكبر في الدولار الأمريكي خلال العام القادم. حقيقة النظرة للدولار الأمريكي في الوقت الحالي لا تزال تميل بعض الشيء إلى السلبية وإلى الضعف في الفترة الحالية، وقد يكون ذلك مرده إلى يعني النبرة الخفيفة نوعا ما في تشديد السياسة النقدية من الفيدرالي الأمريكي والتخوفات التي أبداها من خلال الستيتمنت الخاص به فيما يتعلق بمستوى التضخم. بالنسبة أيضا أنتقل معك للمملكة المتحدة، الحديث أيضا من جديد على تاريخ نهائي في العام 2020 في ديسمبر كآخر فترة للفترة الانتقالية. مع ذلك وفي ظل أيضا الحديث عن بداية المرحلة الثانية من المفاوضات لا زال الجنيه الاسترليني يحافظ على مستويات تقنية مهمة، أين هي التوجهات التالية؟ حقيقة الجنيه الاسترليني حقق أداء إيجابي إن صح التعبير في ظل أزمة كانت يعني أو في ظل مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالمفاوضات وصعوبة المفاوضات والتي لاحظناها على الرغم من انتهاء هذه المفاوضات، إلا أن النفس المفاوضات كان واضحا أنه صعب، وذلك سوف يتأتى منه أداء يعني خلينا نقول ظروف أصعب لاقتصاد المملكة المتحدة في الفترة القادمة. ولا ننسى مستويات التضخم الصاروخية التي ترتفع في المملكة المتحدة في ظل الفترة الحالية. طبعا تحديد هذه الفترة أنه الفترة الانتقالية والمهلة النهائية ب 31 ديسمبر العام 2021 يعني قد يعطي الأريحية بعض الشيء للاقتصاد البريطاني لإعادة ترتيب الأمور والخروج والوقوف حقيقة عند بدء
تأسيس العلاقات التجارية والمفاوضات التجارية كالمملكة المتحدة مع باقي الأعضاء، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي؟ يعني سوف يكون هناك نظرة إلى الخارج أيضا خارج الاتحاد الأوروبي سوف نراها من خلال المملكة المتحدة، حتى نرى مدى جدية المملكة المتحدة في تبني قرار الاستقلال. أشكر حضورك معنا اليوم رئيس قسم الأبحاث في أكوتي جروب رائد الخضر، شكرا جزيلا.